الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قالت لجنة الاقتصاد البرلمانية إن حكومة الكاظمي اعتادت على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية على حساب المواطن العراقي. وأضافت اللجنة أن هناك مخاوف من أن يكون القانون الضريبي الجديد الذي تحدث عنه وزير المالية علي علاوي يستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط على غرار رفع سعر صرف الدولار، والذي ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الفقر والبطالة وأثر على حياة المواطنين كونه كان سببا رئيسا في رفع أسعار المواد في السوق العراقية. ارتفعت مبيعات البنك المركزي في العراق في مزاده لبيع العملة الأجنبية لتصل إلى 225 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 1.81% لتصل إلى 225 مليون و443 ألفا و321 دولارا مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات 221 مليون و446 ألفا و500 و51 دولارا أمريكيا. وذهبت المشتريات البالغة 169 مليون و103 آلاف و321 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، بينما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليونا و340 ألف دولار بشكل نقدي. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول ملياري سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي. وقالت السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة، بينما لم تتداول أسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 2,045,415,000 سهم بانخفاض بلغ 97.49% قياسا بالجلسة الماضية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بمعدل 38 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 120 ألف برميل يومياً، مرتفعاً بمعدل 38 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 82 ألف برميل يومياً، مؤكدة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغ 5,588,000 برميل يومياً. وقعت وزارة النفط الحالية عقوداً مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية لحفر آبار نفطية جديدة في إطار خطة لزيادة الإنتاج النفطي إلى 8 ملايين برميل يومياً في نهاية العام 2027. وقال مدير شركة الحفر التابعة لوزارة النفط باسم عبد الكريم إن الشركة بصدد توقيع عقد لحفر 37 بئرا نفطية في حقل زبير النفطي لصالح شركة إيني الإيطالية. وكشف عبد الكريم أن عقد حفر 30 بئرا في حقل الرمالة غربي البصرة أحيل لصالح شركة بي بي البريطانية النفطية، ولفت إلى توقيع عقد مع شركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان في ميسان لحفر 22 بئرا بالشراكة مع شركة يوهان الصينية وبكلفة تصل إلى 160 مليون دولار. إلى اللقاء.